لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نحاول نشوف واحد المشكل في هاد الجهة كيتسمع فيها الترقيب، وتا واحد الصوت ملي كتكون غادي كتسمع واحد الصوت ديال بحال لور معينة، ومني جينا كنقلبو وصلنا هاد لي شاب هادي فيها لو جو بزاف، والكاش بوسيير ديالها مشرق ولات كتعطي الترقيب. الا كنتو تسمعوا دابا راه ما عرفتش واش كيتسمع ولا لا. نشوفوا من هنا دابا غادي يولي تسمع، هذا هو الترقيب اللي كدير. ولا فيها واحد شويه الجو، هي واد التحتانيه تا الروتيل التحتانيه، وراه يلاه مبدله ما كاينش حتى شي شهرين دابا شو التحتانيه تاني. ودابا دبرنا على واحد الفيزي في هاد التحتانيه، ولكن لي شاب غادي نشريهم جداد بجوج. هذا هو الفيزي اللي دبرنا عليه، راه فيه الروتيله باقا مزيانه، فيه الكابتور ديالو حتى هو باقي جديد، الرولمون ديالو ما كدير لا صوت لا والو. واخا هكاك غادي نحلوها غادي نكريسيوها وداكشي. الروتيله كما كتشوفوا راه قاصحه، باش كتقلبوها راه كتسيبوها قاصحه، كتعرفوها راه مزيانه والكاش بوسيير ديالها مزيان. كما كتشوفوا بعد ما حيدنا هاد الفيش هذا، شو هاد الكارتور حتى هو كاع موكول من هنايا، وغادي نبدلو الفيزي كامل بالكارتور ديالو بكلشي. هذا حتى هو كاع هو كان خدام ولكن موكول من هنا، غادي نحاولو نبدلو الفيش راه مزيان ديالو. على اخر حتى هو اللي شرينا مع الفيزي راه باقي جديد، غادي نركبو كومبلي. الروتيله حتى هي راه باقا مزيانه، هادي راه الكاش بوسيير ديالها كما كتلاحظوا راه عيان، ومني غادي نحلو الفيزي وداكشي غنصيبوها حتى هي فيها الجو بزاف. هذا هو الكارتور، السيبر راه باقا مزيانه، ونحيدو هاد لي شاب. وكما كتشوفوا هاد الفيزي قبل ما نركبوه حلينا نطلعو على الرولمون ديالو على الكيجان ديالها، كما كتلاحظوا دابا هاد الكاج راه باقي ناضي، غا هو ناقصه واحد شويه من لاكريس. حنا حلينا دابا باش نشوفو الكيجان ديالها، ها هما مزيانين ما فيهم لا لاطراس لا والو، باقين ملاح فيها لاكريس، ولكن واخا هكاك ناقص شويه. غادي نديرو لها لاكريس، ها هو في الفيزي هاد اللي بشويه ناشف، غادي نديرو ليها لاكريس ونعاودو نسدو باش نركبو حنا مرتاحين. بعد ما حيدنا الفيزي الروتيلا هي كيما قلت لكم ميته حتى هي، هاد الجهه حيت كتخرج للبيس بزاف، طرقان عندنا صغار ودك شويه كتاكل الشعر، والرولمون حتى هي كيتسمع فيه واحد شويه ديال التحرحير. علاش غادي نبدلو هاد الفيزي كامل؟ بعد ما درنا لاكريس الرولمون ركبنا الكاج ديالها كما كتلاحظوا، راه في الدوره كتولي مزيانه، الدوره صامته وكتولي الدور مزيان. دابا غادي نركبوها. الفيزي اللي حيدناه الرولمون ديالو ملي حيدنا البيو داكشي فيه بحال الحديد مفرتت صغير كما كتلاحظوا، والكاج صناه موكول من واحد البلاصه، هذا هو اللي كيدير الصوت ملي كتكون غادي مثلا كتوصل 30 كيلومتر ولا كتسمع بشويه. هاد الكاج كما كتلاحظوا راه موكول. دابا هو الفيزي اللي حيدنا، وهادو هما لي شاب جداد كما كتلاحظوا هما باقيين مزيانين، غادي نركبو الجهات بجوج، باقيين مزيانين كما كتلاحظوا هما اللي غادي نركبو. اول فيزي ركبناه وبلاصينا لي شاب في بلاصه، راه كنرخفو داك البولون نص دوره وكنركبو لي شاب باش ما كيجيش العبار مختلف بزاف، وغنقادو هاد الحديده صافي ونعاودو نرجع. هادي هي لي شاب القديمه كما كتلاحظوا، الكاش بوسير مشرق ولات كتلعب كامله، ودي راه ما ضرباتش تقريبا حتى شي 3 شهور. مع الطريق عندنا كتكون صغيره وكتخرج على اليمن، الجهه ديال اليمن بزاف كيمشيو فيها لي شاب والروتيلات داكشي. دابا نركبو الجهه الاخرى، ها هي دي دريسيناها. دابا غادي نركبو الرويده. الجهه هادي كما كتلاحظوا راه كتبدلت ليها فيزي كامل، شو الديسك ديالو راه باقي جديد، واخا لي شاب باقا مزيانه ولكن غادي نركبو هاد الجديده هادي كما كتشوفوا، هادي راه باقا مزيانه ولكن غادي نركبو ديك الجديده. ها هي حيدنا لي شاب القديمه وركبنا هادي الجديده، غادي نديرو ليها الكرو ديالها وندير واحد المراقبه للسوفليات ديال الكاردات وداكشي. دير هي السوفليه والكولي اللي كلنا ركبنا واحد المره، داكشي راه باقي ناضي تبارك الله صافي، وغادي نمشيو نعبروا الطوموبيل، وهذا الشيء اللي كاين.
ودابا بعد ما جبنا الطوموبيل عاد مول العبار وداكشي راه عبر داكشي راه مزيان، داكشي عصري بلي زاباراي وداكشي ناضي تبارك الله باش كيكون داكشي مزيان. صافي دابا نشوفوا النتيجة النهائية في الاخر. هي النتيجة النهائية كما كتشوفوا، الفولون راه مقاده ولات، وكان داير واحد شوية بحال هكا ملي درنا ليها الباراليليزم راه تقادات، حيت الواحد ضروري خاصو ملي يركب هذوك لي شاب وداكشي كيعبر الطوموبيل باش ما تبقاش تجر، وما حيت البنوات حتى هما الا ما كانتش معبوره كتكون البانسمون ولا لوفيرتور كتكون الطوموبيل محلوله ولا مسدوده، كيوليو يتكالوا البنوات من الداخل ولا من برا. علاش الواحد ديما العبار فين ما تبدل شي روتيله ولا تبدل شي لي شاب ولا شي فورشيطا ولا شي فيزي ضروري خاصك تعبر. كما كتشوفوا راه ولات مخيره دابا، كان حتى واحد الزياد كتسمع واحد الزيطه وداكشي ما بقاش، وهادشي اللي كاين. ونتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا، تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم.